السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعت لفيديو جديد، حلقة جديدة عن فورتنايت. بهذا الفيديو رح نلعب فورتنايت إن شاء الله بالتحديث الجديد 13.5 اللي هو نزلنا فيه سيارات، وقال سيارات حتى تعبى بنزين، يعني شيء كتير خرافي وأنا سبب جربته صراحة واشتريت هذا السكن. إن شاء الله يكون حلو ويكون فعل علينا خير ونجيب لكم فوز إن شاء الله بإذن الله. المهم قبل ما نبلش بالفيديو بس في شغلة صغيرة حاب أقول لكم عليها. ممكن أنتوا في كتير منكم ما جاكم إشعارات في بداية الأول ما نزل الفيديو، ما جاكم إشعارات فأنتوا شفتوه من المقترحات وجيتوا دخلتوا عليه، فلذلك أرجو منك إنه تدخل على القناة هلا وعن زر الاشتراك عن تفعيل الجرس، تكبس عليه بتلغي تفعيل الجرس، على هيك الجرس اللي ماله ضوء ماله لون أسود، وترجع بتروح على الجرس أول مرة تكبس عليه حتى إن شاء الله بس ننزل فيديو الساعة 6 بيجيك إشعار مباشر. بس وهلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. والله خلينا نبلش نعمل ردي. طبعا اهم شيء السماعة الكبيرة يلي تبحتني من الشوب يا بيي، الله يستر معنا. بدنا نحاول نجيب فوزي، فلذلك رح ننزل مكان مو بالنص، هيك شوي عن جنب بحيث نجرب السيارة ويتسننا نجرب السيارة. ما شفنا حتى الناس عم تطلع فيها، ممكن انك تطالع راسك تضرب منها انت عم بتسوق، في شغلات حلوة فراح نجربها. طيب هلا ننزل، رح انزل هون عند المنارة لان المنارة مقعدة جميل صراحة، مو جابة لي ادخل شوي لجوا زيادة، يعني نلوت ولا ما لقينا هون سيارة، اتوقع هون بهي المنطقة في سيارة اكيد، بس اول شي خلينا نلوت هون، شي سلاح ولا نروح فيه، مين رايحين على القارة؟ حلو، فإذا في عنا كل، هو ما يقتلني هلا. هذاكو موجود هون. ذاك وصلنا ذاك يلا وات سيارات هي سيارة واخيرا تركبها. لا ايش السيارة اللي ما تركب؟ ليه ما ركب؟ والله شكله في عضلة طشها يا معلم. توقل عليهم اشارات صفرة دور عند دولي فهي يمكن لك هذيك تستخدم، يمكن لك هذيك تستخدم. تعال نشوف تأشر عليها. تأشر هي. تأشر كيف بدنا نركب؟ والله نشوف. هي لا. شكلها ما هي مناسبة لنا بشكل صحيح، ان شاء الله يتركب. يا رب. والله ركبت. اوووه. وات. لا صوت سيارة كمان. يضرب سيارة. اوووه. السرعات عادية جدا. في واحد راكب تكبي كم قدامي. دعسوا. عزيز تمشي بسرعة. بس توقف. ضرب كام احلى له. هلا برجع نسوي دورة تانية بالسيارة بس خلينا نعين ونضبط امورنا. شوفوا شوفوا شلون حبي مضبوط. انا جربت اول سيارة وهي الثانية هلا بنعبي اشوف. نايس. بس هيك طبعا تحطها بايدك وتبلش تطلق عليها رصاص وتاخذها. طبعا شحن احسن من التاكسي، ليش؟ لانه هولسه اكثر وافضل بكثير حسيتها. تمام اتس اوكي. يلا شغله بس ليش هيك عمالها بترجع؟ حسب اتجاه الفار لحاله يتحرك تلسكوس للدم دبليو. ايوه شوف شلون دلاب لحاله لف. تعالوا نعبي عن الكازيان عبي موضوع. لا 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 وينه؟
شرفك تعبت في جد. انا بموضوع الجزيره طبعا. فكرني بوت يا ملوت هذا، اتركه ولا اروح درعم؟ لا اتركه، خلينا نرجع سيارتنا نشوف. وليش هي ما بتعبي؟ ها بلش تعبي، يمكن شكله كان عم يضربني. هلو هلو نايس. في حدا جاي؟ لا 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 ده درعم عليك. مش مش دي الزير. وات عندك كمان بالابلر يا كلب. الآن بدي عندي هيل. يا الله لو بس هيل، يا الله بس لو في كبدة مرجل. بس بيكون هون وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون لنا اعجابكم. ما بعرف اذا كان طويل ولا مطويل، يعني عدد الفيديوهات اللي شفتوها انا كان كليت قدمتها. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظرونا فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله بكرة الساعة 6. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.